ما هو الفرق بين عدة الأرملة والمطلقة؟ إن عدة المرأة المطلقة تتفق مع عدة الأرملة في أمور وتختلفان في أمور أخرى، وفيما يأتي تفصيل ذلك. أولا المطلقة، إن عدة المطلقة تختلف باختلاف حالها. أولا المرأة الحامل تلتزم بالعدة إلى حين وضع الحمل، ودليل ذلك قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المطلقة المدخول بها غير الحامل فتكون عدتها 3 قروء، ودليل ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أما المطلقة الغير المدخول بها ليس لها عدة، وكذلك التي لم يختل بها، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا الأرملة، إن عدة المتوفى عنها زوجها فهي 4 أشهر و10 أيام لغير الحامل، وكذلك الحكم لغير المدخول بها أو غير المختل بها، ودليل ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. أما الحامل فعدتها إلى حين وضع الحمل، وهذا في حال كانت المرأة المتوفاة عنها زوجها حاملا، وذلك في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.